السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. في هذا الفيديو حبنا نحكي على واحد الموضوع صرا لي مع ديستريبيتور تاع بريد الجزائر. مولف نجبد من ديستريبيتور عادي، ما صرا لي حتى مشكل، ورغم انه يعني نشوف الفوق واحد اللافتة الفوق ديستريبيتور مكتوب يجب استظهار الأوراق النقدية أمام الكاميرا، لكن انا نجبد عادي وما نلقى حتى مشكل. قلت علاه داروا هاد البلاكه هذه، علاه داروها، واش هو السبب زعما راح ينقصوا الاوراق ولا واش؟ قلت ما كاش منها الماشينه كما نقولوا راح تغلط في الاوراق. وقاعدين قاعدين حتى نضحكوا على الناس اللي راهم يحسبوا في الصوارد قدام الكاميرا ولا. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل ماشي كي تنقص لك ورقه ولا، يعني نادرا ما تغلطك في ورقه تنقص لك ورقه، لكن المشكل تعطيك اوراق ناقصه، اوراق يعني مقطعه كما نقولوا طير منها طرف. كنا نعطيكم واحد الفكره برك، الورقه اللي خرجتها انا من ديستريبيتور وكانت ناقصه تقريبا هكذا، ما قالش الرقم ولكن ناقصه تقريبا هكذا ناقصه، يعني الجهه هذه كامل طير. وكان لاشان وكلش، وطولت باش جبتهم. قلت انا علاه نستعرض انا الاوراق هادو، واش من سبب كاش منها راح تغلط لي. من بعد كي بعت هكذا جبت الاوراق يعني شفتهم، لقيت بلي ورقه طاير منها جناح كيما نقولوا، طاير منها طرف. يعني مشيت هذيك الورقه مشيتها، ولكن طريقة باش تستعرض الأوراق ماشي راح تجبدها من ورقة بورقة هكذا وقاعد تحسب، لا راح دير طريقة سريعة هكذا، دير طريقة سريعة تستعرض غير الوذنين تاع الوذنين تاع الورقة هكذا، دير هكذا مثلا، دير هكذا تستعرض الوذنين تاع الأوراق وتشوفهم، لا هكذا وتزيد تعكسهم وتزيد دير هكذا من جهة أخرى، شوف لا 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 الوزنين تاع الورقه كاينين كامل ولا ما كانش، هكذا تستعرض هكذا قدام الكاميرا وطبق دراهمك، لقيتهم لاباس طبق دراهمك وروح اصرفهم بالصحة ولهنا. لكن اذا لقيت ورقه طاير منها طرف اجبدها واستعرضها للكاميرا، اجبدها واستعرضها للكاميرا بالرقم تاعها بكل شكل قدام الكاميرا وهز دراهمك ودخل مباشرة لمركز البريد اشكيلو من المشكل. ثم هو راح يراجع الفيديو نتاع الكاميرا بالتوقيت وبالعملية وبالرقم وكلش، وثم راح يعاود لك يستبدل لك الورقة ويقوموا بحجز تلك الورق. هذا هو الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.